الله الرحمن الرحيم. في البداية كان العادة فلابد من محبوب الإخوان ممثلي المنابر الإعلامية الوطنية المكتوبة والمحمية وما ذلك. فنجد لكم التشكرات على هذا قبول أولا الدعوة وعلى الاهتمام ديالكم كذلك بمواكبة الأنشطة ديال الجامعة الملكية المنصورة بما فيها السير ديالها إلى آخره. وكما تتعرفوا على أن الصحافة تلعب واحد الدور كبير في ما يسمى بتخليق الحياة العامة بصفة عامة، سواء السياسة منها أو النقابية أو الرياضية أو المدنية بصفة عامة. إذن احنا مرحبا بكم. هذه الندوة تجد في إطار توخي الشفافية اللي احنا دائما تنعتمدوها في تدبير الشأن الرياضي، خاصة الشأن الرياضي الشطرنج. هنا الشفافية المطلقة أصبحت فرض لسه، يعني على اعتبار الحملة اللي كما تشوفوا اللي كانت ضد الجامعة وضد رئيس الجامعة. في نفس الوقت نتأسف لأنه كان بودنا أننا نستقبلوا يعني نستقبلوكم في واحد الجو آخر، في واحد إطار آخر، باش خصوصا حنا مع نهاية الموسم الرياضي نستقبلوكم باش نديروا حصيلة نهائية ونعرفوا الأنشطة. للأسف يعني هذه الندوة تزامنات مع في نفس الوقت مع تنظيم التظاهرات الضخمة اللي غتحتضنها بلادنا في 25 نوفمبر في طنجة، تظاهرة عالمية وكاسمح الإسقاط وتظاهرة عربية كبيرة تتزامن مع حملة للأسف شهيرية. إذا أمران يعني متناقضان، تنطلب منكم في البداية باش توخوا الحذر في معالجة كلا الموضوعين. علاش؟ لانه احنا مطالبين الان باش نديروا ضوء صحفيه باش نعرفوا بالمنطقة العربي، نعرفوا كاسقاط والدول المشاركه، ولكن في نفس الوقت احنا مطالبين باش نردوا على الاتهامات الباطله اللي تستهدف الجامعه وتستهدفني انا شخصيا. لان هنا بغيتكم بغيت نلتمس منكم انه في معالجتكم لهذه المواضيع كامله هناك ثلاث مواضيع. الموضوع الاول وهو المنطقة العربي للشطرنج في مدينة طنجة من اللي غادي يبدا في 8 اكتوبر حتى للديس. والموضوع الثاني هو نسلط الضوء على كأس الحاج محمد السقاط، وهي كأس الدولي اللي غادي تنظم في نسختها التاسعة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، باش تعرفوا الأهمية ديال هذه التظاهرة، وهي تظاهرة أصبحت عالمية. الاخوان اللي حاضرين معنا بعض الاخوان راكم معنا الدور الاولى في بدات الدور الثانيه والثالثه والرابعه، وانا تنشكرهم غادي يعرفوا يعني كيفاش لقات هاد التظاهره اصبحت عالميه الان. يعني للاسف جزء ديال التظاهره جزء ديال الاحداث غادي نضطروا على اننا نردوا على اتهامات. هنا علاش قلت لكم نتوخوا الحذر في معالجة هذه النقاط في المقالات ديالكم، لأنه من المفروض غتدخل الحضر، لانه الناس دابا في مدينه طنجه اللي هم الشركاء ديالنا غينتظروا منا اشنو غادي نخرجوا من الملتقى من هذه الندوه. كيفاش غنعرفوا دابا غادي نوليو في نفس الوقت الوقت اللي حنا تنعرفوا بالتظاهرات غادي نوليو تنمشوا الغسيل ديالنا بين قوسين الوسيط استسمع على هذه الكلمه. إذا في البداية نبغي نبدأ الموضوع ديالنا أو نطرح معكم تساؤل أو نشاركوا يعني هذا الهم هذا
وشنو تتصدموا باش نبداو؟ عندنا ثلاث ديال المواضيع، الموضوع الاول وهو المنطقة العربية، ثم الدولة الوسطى، والموضوع الثالث وهو الموضوع ديال الاتهامات ديال امين المال فجأة، الاتهامات خرج خرجات جاب لنا استقالة وخرج خرجات إعلامية بدون أنه يرجع للمكتب الجامعي ويناقش الموضوع داخل الهياكل فوف ضد الصحافة. احنا ولينا اصبحنا مضطرين ان نجاوب عليه. وكشنو تتفضلوا الاخوان كيفاش نعالجوا هذه المواضيع؟ انا هذه المواضيع شويه متناقضين، فهمتي؟ كاين حدثين كبار وكاين اتهامات واختلاس وكذا، فهمتي؟ عطينا واحد التوضيح بعد على الاختلاسات. اتهام هو الكل هو الاحسن باش قبل كل شيء تفضل يا هو صراحه مزيان لانه ماشي ندوا الاجتماع ولا يعني ما فيش غياب تواصل، لان لا ماجوريتي ديال الزملاء ديال غير التليفون هذا غادي ينافنا، ما كاينش غياب تواصل نهائيا حساب نهائي. وقبل ما تبدا الموضوع سي مصطفى ان كنعيشوا نفس السيناريو كل موسم، ديما تتوجه لك اتهامات ديما الواحد كيخرج من الجنب كل عام. حنا صراحة مزيان باش نكونوا واقعيين، لأن ندوة صحفية، لأن منطقة عربي، منطقة لأن المغرب ولا كيحترم المنطقة العربية في المستوى العالي، كان بالأحرى أنه يكون واحد البلاغ صحفي للإخوان، لأن الأغلبية أنا غادي نعيط لي واحد التليفون، واحد أنا عيط واحد آخر التليفون نقول سيت وقلنا راه كاين واحد كاين واحد اجتماع، اجتماع توضيحي. لان ما كنبقاو ندوه صحفيه ملتقى سيكون يليق بسمعه هاد الزملاء الصحفيين اللي كنحترمو ويكون في مكان مميز. وهذا اعتبره ماشي لقاء صحفي، اعتبره لقاء تواصلي، لقاء عائلي ما بين الصحافه وبين لقاء تصالح ما بين الجامعه والاخوان الصحفيين. وخا نهضر كنعرف كزميل ديالي 30 عام ولا 36 عام، ولكن سيكون واحد لقاء كيوازي هاد الوجوه الشابة والوجوه الإعلامية، يكون في مكان متميز، يكون واحد البلاغ رسمي كنتوصلوا به بار إيميل أو بار حتى بار تليفون اللي كنسمعوا الصوت ديال مصطفى راه مزيانة. لا غياب تواصل، لأن ما كانش لجنة الإعلام، حنا كنجيو بحال هكا كنجيو بقينا فين على غفلة. عشنا هاد السيناريو 5 سنين واقيلا سي مصطفى راه عاش معنا، عشنا هاد السيناريو ديما كنلقاو هاد الملفات بحال هكا. إذا خصك توجه السيبل ديالك، لأن هذا ضريبة. أنا ما كنبالغش، أنا كنهضر كنناقض النقد ديالنا. ضريبة شنو نقولوا؟ ماشي نجاح، ما كاين لا تسير عشوائي لا والو. ضريبة الغيرة ديالك على هذه الرياضة، أنت تحاربتي وهذه الله يحسن العافية، ولكن الحرا يكون بلاغ رسمي وتواصل مع الصحافة، لأن الصحافة ديالك ماشي ماشي صحفيين جايين على اساس انهم يغطيو الحدث، ولكن جاو على اساس ان كيعرفوا واحد السيد متميز بدون مبالغه، ولكن خصو يكون واحد البلاغ رسمي في اللجنه ديال التواصل وتواصل مع الصحافه، لان بدون ستاره ما كاينش اي واحد. الا بغيتي تجيب 4 غيجيوك 20، الا بغيتي تجيب 20 ولكن بلاغ رسمي. اشكرك سي حسن على الفرصه باش نكون معك انا صريح. ما استعملتيش واحد المصطلح كنت تنتظر تستعمل، هو مسألة الارتجال في لا 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 باش نمشي معاك في نفس السياق وانا تنطق معاك، ولكن اتعذرني الا قلت لك السبب. لانه اولا انا يعني حنا دابا الان في الجامعه صبحنا محترفين في مثل التظاهر، ما غاديش يخطئ علينا هذا الشيء اللي قلتي، ولكن يعني مضطر اخوك انا بطل. اولا انا الندوه صاحبي ما كنتش غادي نديرها دابا، كنت غنديرها سيمانه قبل وفي مدينه طنجه، يعني كان يعني داكشي يعني محسوب ودقيق في مدينة طنجة. شكون اللي فرض عليه هذا اللقاء؟ هو الخرجات الإعلامية المتهورة ديال أمين المال، وأمين المال يعني شخص مهم أو منصب مهم في الجامعة، بالتالي فكان ضروري اللقاء مع صاحبه. يعني هذا الارتجال ولا الطريقة اللي هضرت عليها أنا متفق معك فرضتها هاد يعني هاد الظرفية بالضبط. والاساس يعني هذه الطريقه ديال الندوه او عدم التواصل فانه ماشي ابدا. تتعرفوا على انه عبد ربي تلك لكم كل تقدير
وتعتبركم ثم شريك رسمي الاعلام وشريك رسمي ديال الجامعه هذا مثلا مثلا ديروش ولا قبيله شت اشاده بعض الاخوان اللي وقفوا معنا التظاهرات من البدايه بل اكثر وقفوا معنا جميع الاجوال وعارفين المشاكل الحقيقيه ديال الاخوان نقولها لكم بالاسماء كاين هنا حدانا واحد الخمسه ولا سته ديال الزنايا تيعرفوا الشد والفد من الجامعه هما يعني ما كاينلاش نبدا نعرف انا براسي او نعرف انشد لكن تنشوف هنا وجوه اخرى شابه تنشكرها على يعني الحضور ديالها ولا الاهتمام ديالها بهذا الصوت ولكن تيقوا بها ماشي تقصير مني او ماشي يعني تحقير الاخوان الصحفيين وانما جاني هادشي على غفله فاضطريت انني ارتجل هذا اللقاء هذا هو اللي عطى الله هو هذا لانه امين ما خرج خرجها في هذه الظرفيه اللي هو كتب لها مزيان هو انه الهدف ديالو هو يشرع عليا ويوقف لي الانشطه ديال الجامعه خاصكم تعرفوا واحد القضيه على ان نقطه مهمه نحطوها في اساس ديال النقاش ديالنا هو الجامعه الان كبقيه الجامعات راه مازال ما توصلوش بالشطر الثاني ديال المنح وبالتالي احنا كجامعه صغيره وعندنا تظاهره جوج تظاهرات وحده غتسوى 100 مليون في اوتيل 4 ايطوال ودابا الان تنسجلوا 5 ايطوال وفي نفس الوقت كاينه تظاهره ملتقى عربي غتطلب ليها واحد 150 مليون على الاقل ف 250 مليون اللي غنجيبها انا سؤال مع انني تنصطح لكم على اني ما غنأجلش اذا هذا سؤال والكونت ديال الجامعه راه زيرو ديالها وكما تنستغلوا دائما الاخوان تيعرفوني انا ما عمرني اجلت شي تظاهره هذا علاش هاد الارضيه هادي باش نرد لكم نردو نناقشوا داك المبالغ اللي طرحها داك الاخ هنا في نفس الوقت ندخل صلب الموضوع ونلبي الطلب ديال الاخوان اللي قلت نجاوب هاد الطلب تفضل عندي غير واحد راي اخر ربما انا كان يعني كنحب لو الى اتفق مع الاخوان هو مادام عندنا القضيه ديال هاد القضيه ديال الاتهام ديالكم من طرف امين المال مادام عندنا كنعتقد بان دخلت هاد المحاكم واش معقول دخلت يعني هاد القضيه هادي في المساله ديال الاختلاسات الماليه وكذا واش دخلت هاد المحاكم حيث إذا كانت دخلات سواء من طرفكم انتم او من طرف الجانب الاخر إذا كانت دخلات فكنعتقد بان ما خصناش نروحوا لا عندنا الفيصل الوحيد هو قرار ديال المحكمه إذا ما كانت دخلات ربما ممكن ان الاخوان يعرفوا الحيثيات ديال المحكمه مازال ما اولا تنخبركم تنأكدكم على انني ما توصلتش شي شكايه في الموضوع حتى شي استدعاء او شي حاجه ولكن حنايا انا شخصيا قررت بان الموضوع غادي يمشي في اطار غادي تحسب في اطار القضاء لانه هنا مسؤوليات لا يعقل ما مسموحش وهنا غنبدا نناقشوا الموضوع يعني ديال هذه النقطه هذه انا من باب المسؤوليات ما مسموحش اي عضو جامعي منتخب من طرف الجمعان ما مسموحش ان يشد اوراق يعني رسميه ويبدا يحط العموم هكاك وبدا الشفافيه هنا مطلوبه والدستور واضح وهو يبحث عن المعلومه او الوصول للمعلومه ولكن ماشي بالطريقه ديال التشهير انك انت عضو جامعي تستقل وتضرب عرض الحائط كل الاجهزه الرسميه والقوانين الجامعيه وتاخذ وتعود تصرف صعبه وتبدا تهم ناس باطل انا نسولكم سؤال واش وثيقه وحده كافيه باش تدين واحد الانسان هي رولفي عباره عن رولفي الاشعار واش هذا الاشعار في نظركم كافي باش تهم واحد كرئيس ما ادراك ما رئيس جامعه راه مؤسسه عموميه هذا واش رولفي واحد كافي باش تهم انسان باختلاس وخصوصا امين المال من المفروض ان الرئيس هو اللي يتهم امين المال باختلاس فهو العكس دابا الان فهذا رولفي وعنده كيما كاين في هذا وكاين بلاغ في الموضوع تنطحوا فيه كتابة التي غنقولها بالتفصيل فيه 7 صفحات دونك اتهام هو اتهام خطير ومن مسؤول مهم في المنصب كمنصب أمانة المال وهذا هو اللي خلانا باقتراح من الاخوان وزملاء باش نتواصلوا مع الصحفيين علاش؟ لان
انا عاودت مثلا ندير بيان الحقيقه لكل صحابي، صحابي كثر من كثر ديني بيان الحقيقه، مثلا نجمع الناس كاملين كلهم بحال شد التوضيح باش اللي توحيد يعني الرؤيه وكذا. انا لان غنتعدمو كاملين غنولي انا تدير هذاك تعرف الصحابي تدير لي بيان الحقيقه شويه ماشي بحال توضيح. اذا احنا باش ما نحرجوش الصحفيين معنا وباش ما نصطدموش، لان الهدف ديالو هاد السيد هذا خلينا نصطدمو مع الصحفيين. انت تكتب يعني ما قالش ندعيك هذا يكتب ماشي ندعيك، وهذا هو هذا هو الهدف ديال السيد. من المفروض ان الصحافه هي موضوعيه، وانا بصراحه نتاسف الاخوان اللي كتبوا في هذا الموضوع بدون ما يتصلوا بي، يعني هذا خطا من جيتو. ولكن انا اعذرهم الانسان تيبغي يكون سباق للحدث بحال هكا تفجير قنبله كذا، ولكن ماشي بهذا الشكل هذا، لانه راه ضر المؤسسه وضر المصالح ديالها. تصور دابا حنا غنمشي لطنجه غندخل لطنجه يقول لكم حنا علاش نضموا هذا في طنجه، انت مختلف وانتم عندكم مشاكل سير الله معاكم، شكون اللي متضرر هنايا؟ انا غادي ندخل لداري ما كاينش مشكل. الرياضه على العموم الرياضه دوك هذا هو الهدف استاذ، الرياضه الوطنيه والمجهود اللي درنا كامل، والملتقى العربي تضرب في الصفر، والدوره الدوليه كلها تضربت في الصفر، وغادي نضطر انني ندير بلاغ ونقول لهم ما بقاش غدير التظاهره. علاش؟ لانه نزوه ديال واحد الانسان وصحفي اللي هو مشى معاه في الخط بدون ما يتحقق من الخبر. نورمالمون خاص الصحفي كمان يكسب يتهمني بل اكثر من هذا. تلقاو بعض الصحفيين، انا قريت بعض المقالات وشفتهم في الجريده الالكترونيه، هما تبون بشكل مباشر وكاتب السميه ديالو تحت بما نتبنى الخبر، وهذا خطير جدا خطير على عين الاخوان اللي انا ما تنهضرش يعني ما تحدث اسم واحد. كاين صحفيين شباب والله بداو ولكن كاين داك الحماس، ولكن تنطلب من الاخوان يعاودوا يراجعوا يعني داك المقال ديالهم وتصنتوا لنا حنا يديروا الخبر ديالنا حتى حنا. حنا عندنا ما نقولوا، وانا تنقول لكم من هنايا انفي نفيا تاما كل ما جاء في التصريحات ديال لا دوك الصحفيين ولا دوك الاتهامات، فتعتبروا اتهامات باطله لاعتبارات موضوعيه. راه سي مصطفى عندي على الاتهام، سمح لي، الاتهام ديال الاختلاس ديال 90 مليون. الرد ديالكم شنو؟ الرد ديالنا هو الى لاحظتوا راني درت اليوم جمع عام اخر، هذا راه جمع عام اللي تنعطيكم التقرير الادبي والمالي ديال العام اللي فات، وما تعطيكم المحضر ديال جمع العام اللي فات ولائحه الحضور. ما معنى هذا؟ بمعنى تردكم التقرير ديال ذاك العام اللي هو اللي فيه 90 مليون. اذا راه هذا جمع عام، بمعنى درت جمع عام ذاك العام، صدقوا عليا الانديه، صدقوا عليه، صدقوا على التقرير بالاجماع، ودابا تندير جمع عام ديال واحد واحد تساؤل السي مصطفى غير بالنسبة لهاد الاختلاسات اللي تيدعي أمين المال بأنك اختلستي، راه من الغباء أنك تقول لواحد أمين المال بأنك خرجتي 90 مليون من البنكة. إذا فينا هو هو؟ هو زعما كيفاش هاد الفلوس تتخرجات؟ هو دابا بغينا غير نعرفوا كيفاش. كل الناس بحال هكا غادي أنا نتفرقع ويتفرقع حتى هو، بمعنى السيد جاي باش ينتقم. دوك هذه لا، حيت الشيك ما يتسيناش إلا من طرف أمين المال. ما كناش ما نناقشوا هذا الموضوع بزاف، لأن كاين نوايا سيئة واضحة مبينة. لا ولكن هذه راه واضحة. السبب شوف، أنا إلا قريت المقال، أنا خرجوا قروا المقال، قروا البلاغ الأول بيان بالتفصيل، سبعة صفحات فيه ذكرت أنا يعني انا ماشي الهدف هو ديروا البيان كامل، كاين الاخوان اللي عندهم الجريده الالكترونيه ممكن يديروا كامل، نفضل يديروا كامل، ولكن اللي ما عندوش الوقت سوتو الجرائد الاخرى فهو ياخذ يعني الموضوع. انا درت يعني تعمدت نفصل يعني التفاصيل ديال الاحداث كيفاش وقعات، واللي تعرفوا الانديه كاملين دابا، الانديه كاملين الاسره ديال الانديه كلهم سوتو اللي جاوا شاركوا في الدوره ديال جائزه الملك محمد السادس الدولي اللي دات في اوتيل كاتر اطوار في اكادير في الصيف اللي فات، يلاه درنا هذه مؤخرا، اللي جاوا شاركوا عرفوا بان المشكل فين كاين. جا السيد جايب العائله ديالو، جايب بنته ومراته، وجاي باش يدخل لوطيل، ولقى لوطيل اللي ما فيه، وجاي بدون حز، وجاي من لقى لوطيل دار يعني عامر، جا دابا الان تنتقم، ومن تما كبدا تيدير. هذا هو السبب المباشر، راه قلتو في البيان استاذ، تتحمل كامل، وعندنا الشهود. عندنا الشهود، لا الاعضاء المكتب الجامعي حاضرين، ولا الانديه ولا اللاعبين، كلشي تيستنكر، والدليل على انه شفتوا شي نادي ناض تيقول لك اللهم هذا منكر وشفره وكذا، عارفين بانه الهدف هو هذا، والسبب واضح. وانا استحي، انا استحي نقول لكم هذا السبب، لانه تيعبر على المستوى الدنيء ديال بعض الاعضاء. بعض، اما كاين اعضاء
اللي هو نزهي علاش ولكن عضو بحال هذا الشكل هذا ورجل تعليم زعما ومتقاعد ومتقاعد شوف دابا دابا خصكم تعرفوا علاش جبتكم متقاعد لان باش ردكم للاستقاله ديالو شوف الاستقاله ديالو واش قال فيها هذا متقاعد وحاج يلا مشى ذاك العام الحج شوف هذه الاستقاله ديالو اللي قال لي اش يقول في الاستقاله ديالو تيقول السبب اجد نفسي قراو اخوان تاني قراو هذه الاستقاله ديالو سيفط ليا بار ليتري كوموندي وهذا تيقول اجد نفسي لا امارس مهمه امين المال وفق القوانين جلب العمل حيث لم اتمكن من انجاز او متابعه كل العمليات المحاسبه يعني تابع شي وحدين تابع شي عمليات وعاود شي عمل ما تابعهمش واكتفي فقط بالتوقيع على المستندات او التقارير الماليه المنجزه وفي كثير من الاحيان التوقيع على بياض لتسهيل ماموريه الجامعه وعدم عرقله انشطتها اذا قال علاش يوقع عبره لانه تيقول لك على انه باش يسهل العمل ديال الجامعه مزيان نظرا للثقه الكامله المتبادله التي تجمع بيني وبين السيد رئيس فعلا هذا السيد كان صديق ما كانش مجرد امين المال كان صديق وقت يكمل تيقول هذا نظرا للظروف هذا نظرا لظروف عملي التي لا تسمح لي بالتواجد باستمرار في مقر الجامعه اذا الظروف ديالو ديال العمل وكذاب تيكذب هو متقاعد تيقول ظروف العمل اخوان يعني قراو مزيان هذا الشيء اولا هذا التصريح ديالو استاذ تيبرأ لي انا شخصيا لانه السبب ديال التوقيع ديالها على بياض واضح تيقول لك انا انه باش يسهل العمل وبثقه بينه وبينه وبانه ظروف العمل ديالو بمعنى تاكد على انه ما تقدرش خدمته اذا فين هو العيب ديالي انا استاذ انا بغيت نسولكم فين كاينه المسؤوليه ديالي انا يعني شحال ما بين الاستقاله والخرجه الاعلاميه الاستقاله في لوفانت نافويت وليغاليزي في ليغاليزي في 1 سبتمبر يعني لوفانت نافويت والغد اللي مشى ليغاليزا وعاد خرج عاد انت ولا يتهم من بعد بدا يتهم لا من بعد بدا خرج خرجات هذه الاستقاله ديالو هذه هو تيعترف باللي هو ما تيديرش الخدمه ديالو وانا مالي انا بغيت نسولكم انتوما الاخوان انا مالي شوف فين هو المسؤوليه ديالي انا خدمتي تنديرها راه منظم متقع عربي نظمت محمد سيز نظمت سقاط نظمت كم هائل شوفوا التقرير الادبي الاخوان فهاد التظاهره هذه في الكرونولوجيا هذا تصدق عليها استاذ تناقشوا بعد المصادقه عليها اتونسيون ماشي غادي نصدقوا عليها هذا التقرير ديال ذاك العام انت استاذ غادي ترجعوا للصفحه صفحة 11 فيها كرونولوجيا تنتعمدوا نديروا هذه الكرونولوجيا الاحداث يعني من جونفي وحنا نازلين عاده تنشدوا كل نشاط وتنضي طيوب التصور ديالو بالتقارير ديالو يعني هذا التقرير هذا ما عمر شي واحد يديرو كاع في شي جامعه المهم انتم الا شفتوا الكرونولوجيا استاذ الكرونولوجيا غتلقاو في الكرونولوجيا 87 نشاط اللي درناه في 2014 2015 هانتوما قالوا هذا تم مصادق عليه في الاجماع والغريب في الامر الغريب في الامر هذا التقرير هذا اللي تم مصادق عليه التقرير الادبي المالي فهو سناه السيد تقي الدين السيد امين المال غتلقاو الصفحه هو اللي وقع حتى هو وقع ابلون هذا نسولكم الاخوان واش هذا التقرير وقع ابلون هذا راه تقرير ها هو غتلقاو في الصفحه استاذ التقرير ابتداء من الصفحه 147 غيبدا التقرير غتلقاو الصفحه 151 غتلقاو التقرير لا سينياتور ديالي وديالو كاينين بمعنى تيوافق على هاد المبالغ ها ومن بعد استاذ راه كاين استاذ ثلاثه صفحات تما موقع عليهم زائد الصفحه ديال الماتيريال تلقين وعاده تلقاو في الصفحه 160 تتلقاو الشهاده ديال المحاسب واحد القضيه هذا التقرير ما داروش لا امين المال لا انا هذا المحاسب المالي وعاد من بعد حلا على المراقب المالي اللي صادق الكوميتي لوكون بيعمل هذا البروسيدور واش تظنوا الاخوان واش كاين شي محاسب مغفل غادي يدوز هذا الريلفي بلا ما يقول لك عطيني لي جوستيفيكاتي اولا يدقق لك الحسابات بلا ما يقول عطيني لي ريلفي مع العلم ان لي ريلفي بونكير من جونفي حتى لدابا راه مرقمين الا عطيتيه رقم واحد تقول لك عطيني جوج عطيتيه رقم ثلاثه تقول لك عطيني ثلاثه كون مرقمين وتاخذ اصول ما تاخذش فوتوكوبي
إذا هذا السيد هذا باختصار تيتهمني ما تيتبقاش يتهمني أنا، تيتهم محاسب وتيتهم كوميسير كونت وتيهين الجمع العام اللي صدق على الثقة الأدبية والمالية. هو اللي مصدق عليه أكثر من هذا. أنا عطيتكم المحضر ديال الجمع العام اللي توزع عليكم دابا، شوفوا الصفحة الأخرى راه هو حاضر في الجمع العام أسيدي الكرام. لا بلا تكمل لك لا الصفحه الاخرى من هذا المحضر راه غتلقاو. انا تعمدت ندير لكم لائحه الحضور اللي تهمو هو، راه موقع كان حاضر كرئيس نادي وكامين مال. انا ندير اطلس راه مسيني بمعنى اجي واحد القضيه شفت الحضور ديالو كان ابلون لا ابلون حتى هو راه حضر الاستاذ وصادق على الجمعه على المحضر. واكثر من هذا قبل ما نعلنوا على الجمعه راه درنا الاجتماع ديال المكتب الجامعي ودوزنا التقرير الادبي المالي وكان حاضر. السؤال اللي مطروح علاش ملي درنا اجتماع المكتب باش نناقشوا الحصيله قبل ما ندفعوا هادشي للمحاسب، وعلاش ملي درنا الجمع العام ما قالش بانني كنت نوقع ولا وما استقلش وما قالش بانني عندي مشاكل في الجامعه؟ ما كاينش هادشي بالضبط. علاش بالضبط دابا انا نقول لكم اكثر من هذا؟ نتحدى هذا السيد هذا ونمشي مع هذا. هذا السيد من 2001 ومعايا في المكتب الجامعي من 2001 من 2001 الاخوان كان مستشار من بعد ولا كاتب عام، وفي 2006 بالضبط ولا امين مال. من 2006 الى غايه اليوم علاش كان تيوقع وكانت امور عاديه؟ علاش ما قالش بانني ما ندخلش معاك للمكتب معلم انا تيكون عندي منظر وحده وتنكملوا المنظر وتنجدوا من المكتب وتعاود يدخل كامل المال يلح باش يدخل المكتب؟ اكثر من هذا تتعرفوا ان المشاكل اللي كانت في 2007 على اي طريقه استقليت ومشيت هربت انا كاع من الصداع هذا اللي واحد تيخدم في لقيتي برصدك ومشيت بحالاتي وخذوا لي الوثائق الاخوان اللي حاضرين راكم عارفين التفاصيل. استطاع انا خرجت من اللي خرجت في 2007 ضربوا بيناتهم وداروا لجنه مؤقته دخلت الوزاره ما قدروش يزيدوا بيدق كما تنقول. اذا درت لجنه مؤقته في خمس سنوات ديال المشاكل رجعت 2013 من الاجماع والتالي. علاش السي تقي الدين عاودوا رجعتي معايا امين المال تقول لي لا ما نعطيش معاك انا مابقيتش غنهضر معاك ولا لا؟ هذا اسئله تنطرحها عليكم الاخوان. علاش بالضبط دابا مباشره من الاكادير؟ السبب الحقيقي هو ان السيد تيمارس الابتزاز. شفتوا انا تنقولها لكم وتتحمل المسؤوليه هذه كانت تبتزني. السيد باغي يستعمل امكانيات الجامعه، باغي الفلوس من الجامعه، باغي يخدم لي ولادو تيجيب لي لي سيفي عمرني سيفي. بغاني انا دابا تندير تظاهره تيجي عندي واحد المحتضر او المستشار او واحد الداعم تيجيب لي سيفي يطلب لي عفاك هذاك السيد باش تخدم لي ولدي. انا تنقول له لا ما يمكنش السيد يلا حنا دابا عاوننا نمشي نقول لي هذا. هادو هما النقاط اللي فات الكاس باش نكونوا واضحين. هاد السيد هذا يمارس الابتزاز والا يجاوبني على الاسئله اللي طرحت عليكم. سي مصطفى كاين واحد التساؤل. 87 نشاط راه ما ساهلش اكثر من 87 نشاط، كيفاش كنتو تدبروا ديك المرحله الماليه مع انكم لم تتوصلوا بعد بالمنحه ديال شكرا استاذ على هذا السؤال. هذا سؤال جوهري. لان 87 راه ما ساهلاش اخوان. نقول لكم واحد القضيه، الجامعه الجامعه ديالنا هي من الجامعات الصغيره معروفه، يعني تعتمد يعني كليا تقريبا يعني اكثر من 80% حتى 85% الا ما قلناش 90% على المنحه الماليه ديال الجامعه. طبعا حنا تنبذلوا مجهود، خصنا نبذلوا مجهود حنا ونشوف المجهود ديالنا في التقرير الادبي غنخليكم تشوفوا. خصكم تعرفوا بانه سيدي انا ما غاديش نبالغ ولا نقول لكم شي حاجه، انتم تتعرفوا وادرى انتم ادرى الصحفيين ادرى تتعرفوا ان انا وانا نسولكم بدوري انا باش تكون الندوه متبادله اسئله متبادله نسولكم امتى الجامعات الرياضيه امتى تتوقع عقده الاهداف؟ فهي تتوقع عقده الاهداف يعني اخر جامعه لا تاخرت في الجامعه. تتعرفوا ان الجامعه الرياضيه اللي تدير تتكمل الموسم ديالها وتدير الجمع العام ضروري دير الجمع العام تعيطوا عليها باش تناقش ليفالياسيون والميزانيه ديالها، وعاد من بعد ملي تيصادقوا على لو مونطو تيعيطوا عليها باش تسني عقده الاهداف وفق داكشي المتفق عليه. اخر جامعه تتوقع هذه في الفان ديال جويي عفوا الفان ديال مارس او البدايه ديال افريل، هذه لا تعطلات
يعني ما تدفوش 15 يوم الاولى ديال افريل هذه الاسئله. اذا ملي تنوقعوا حنا عقده الاداب بمعنى الفلوس مازال ما كاينينش، امتى تدوزوا الفلوس الاخوان عاده؟ شهر 7 كيدوزوا في شهر 7 دابا حاليا استثناء هذا واللي تيسمح له الرئيس ماشي امين المال طبعا الحال. دابا حاليا لو استاذ الكرام راه الشوط الثاني مازال ما توصلناش به، راه شفتوا الا تبعتوا يعني بعض الاخبار في المساء وبعض الجرائد راه هادي راه بوم اتصلوا يعني بالسيد المدير او رؤساء المصالح في الوزاره يقول لكم مازال ما توصلوش، انتم عارفين الاسباب. انا الكونت كان محزوز عادي هذا هو اللي كاين. اذا استاذ قول لي انت عندك تظاهر بالضبط وكملتي تقريبا دابا حنا داخلين في نهايه الموسم، كيفاش تدبر كيفاش تدبر الامور؟ بحال شي واحد غيدير عرس علما انا استاذ انا غير موظف بحال شي واحد غيدير عرس غيمشي يتسلف هذا هو اللي كاين. اذا هذا هو استاذ اذا رد لكم على المبالغ المسحوبه كيفاش؟ عمليه بسيطه الاخوان كلهم اعضاء جامعيين تيعرفوا هذا الشيء بمعنى الا كذبت راني تكذب عليهم بمعنى غنخرجوا غيقولوا لي انت كذاب غادي نمشي بحالاتك. 2015 في جويليه توصلنا بالمنحه بمعنى 7 اشهر حنا خدامين. الى رجعتوا للتقرير الادبي في الصفحات الاولى ديال الكرونولوجيا غتلقاو الى غايه النشاط اعتقد 42 هي صفحه 12 الى غايه النشاط 42. شوفوا الاخوان 7 شهور درنا 42 نشاط شرفنا الأنشطة ونظمنا وشاركنا في التظاهرات على برا 42 نشاط. قولوا لي سولوني قولوا لي كيفاش نظمتي 42 نشاط بدون ميزانية ديال الجامعة بالميزانية ديال الوزارة؟ أكثر من هذا ما ترجعوا للتقرير المالي اللي مسنيه السي أمين المال المستقل الصفحة ديالو 152 غادي تلقاو الإخوان على اننا نظمنا بدينا في جونفي بالبري محمد السادس الدوره الثانيه الجائزه الدوليه لصاحب جلاله الملك محمد السادس. القيمه الكبيره ديال هذه الجائزه تتكمن في الاسم ديال سيدنا تتحمل اسم سيدنا. تظاهره نظمناها هنا في الكاتدرال هذه القلب المقدس اللي في سارع الراشيدي والاخوان كاين هنا اخوان اللي جاوا حضروا ليها وشافوا الاساتذه الكبار اللي جاوا شاركت تقريبا 20 دوله. والتقرير الادبي راه فيه رجعوا للتقرير الادبي غتلقاو بتفاصيلها الممله ديال هاد الجائزه. نظمناها في جونفي الاخوان عرفتي شنو هي جونفي؟ بمعنى ان الوزاره ومازال يلاه تيناقشوا الميزانيه ديال الدوله فهمتوا الاخوان؟ ما غنقولش لكم مازال ما توصلناش منها، ميزانيه ديال الدوله مازال يلاه تناقص يلاه دابا تيقولوا عاد غادي يعيطوا علينا من بعد في مارس باش نجيو نناقشوا يعني نناقشوا كان الحصيله. اذا التظاهر غادي تشوفوها في التقرير 152 غتلقاو الاخوان على انها هذه التظاهره هذه شحال طلبت لنا من المصاريف اي ف 151 صفحه 151 كاين فيها المداخيل وصفحه 152 فيها المصاريف. غادي ترجعوا نحاول نشوف المصاريف ديال الدوره هي هذه صفحه 153 هي الاولى غتلقاو فيها 100 مليون فاز 100 مليون واضحه ومع العلم ان التظاهره ما طالعش 100 مليون طالع 120 مليون 100 مليون اللي ديكلارات في التقرير المالي ذاك العام ولكن باقى فيها ديون فيها تقريبا شي 20 مليون ديال الديون هذا العام تنغطيوها. اذا التظاهره الاخوان فيها 120 مليون فيها مصاريف تذاكر وتنقل المشاركين لهذوك لي كرون متر اللي جاو تنعطيهم تذاكر السفر اللي بينو انتم عارفين هذا الشيء الاخوان ما غاديش نكذب عليكم. والتقرير هذا اللي تصدق عليه اش تيشير؟ تيشير الى مبلغ 128000 درهم يعني 12 مليون و 800 الف فرنك ديال تذاكر السفر هادو راه عطيناهم اكيد فلوس نقدا مع العلم انه هادشي راه دار في غياب امين المال. الاخوان هاد البطوله هاد الدوره هادي راه كان راه درناها في غياب مطلق لامين المال ما كانش حاضر كاع نهائيا ياك فيها
تعويضات الحكام والتعطير 46000 درهم عطيناها نقد انا سيده اللي عنده الكالكولاتريس يحسب لنا شحال لو مونطون باش باش يتعرفوا شحال خصنا شحال خصنا ديال الفلوس نقدا سير بلاس لان التظاهرات ديالنا فيها جوائز ماليه فيها مصاريف كثيره تطلب نقدا تطلب نصرفوا منها نقدا غتلقاو الجوائز الماليه هذه الوحيده 150000 درهم اللي ما عطيناش نقدا انا خليتها دخلت المنحه عاد فيرسيت في الكونت ديال اللعابه عطوني الكونت ديالهم وعاد فيرسيت ليهم الفلوس ديالهم كل اللي دا شي جائزه ماليه ولكن هذا العام عطيناها نقدا فيها تقريبا 24 مليون ديال الجوائز الماليه نقدا وفيها طبيعة الحال اربعه ديال لي زوطيل و 360 مشارك فيها اقامتها وتغديتها انا نعطيها لكم لمده 7 ايام و اربعه ديال لي زوطيل و 360 انتم الاخوان وكلوهم وشربوهم اوتيل 3 ايطوال والماكله ديالهم شحال غتقلب في ظرف 7 ايام حسبوا يا اخوانتم انا حدنا لي غير درنا غير 71 مليون 71 مليون اذا الاخوان غتلقاو بانه المسائل اللي صرفنا نقدا تفوق 80 مليون بحال قلتي جبنا شكاره وعمره فلوس وفعلا هذا هو الواقع وهذا هو اللي تيخلينا تيبرر لنا ديك 50 مليون اللي طرح اننا سحبنا 50 مليون راه فعلا سحبنا 50 مليون راه خصو يسحبها اما الرئيس واما امين المال علاش لان خصنا نديوها معنا باش ننظموا التظاهره ديال هذا العام اكادير ديك 50 مليون تتعلق غير هذا العام لان علاش فيها 24 مليون ديال الجوائز الماليه وفيها 18 مليون ديال ليبي دافيو هي شحال هي 42 مليون انت حنا وصلنا ل 50 مليون وفيها الجوائز الرمزيه ديال اللعابه الصغار اللي درنا لهم لي طابليت وكذا شرينا لي طابليت من تماك هما نقدا وفيها تعويضات ديال الحكام هي عندك 50 مليون اذا سحب 50 مليون راه مبرر الاخوان نقدا وهذا العام دابا راه حنا غادي نمشيو للدوره ديال السقاط راه خاصني ندي معايا على الاقل 50 مليون نقدا تحسب عليها غتحاسب عليها انت غدا باش نتلقاو لك باش ما تلقاوش ليا لا هذا الواقع يا اخوان دابا هذا السيد هذا اش دار بدا حط المبالغ جاب له البحث بدا تيحط في المبالغ ولكن ما حطاش الاخوان المبالغ ما حطاش في السياق ديالها دابا انتم ملي تواصلتوا معايا تنعطيكم التركيبه هذا تنركبوا تعطيكم ذاك ما يسمى بالعربيه النص الغائب وما تشوفوه دا هما المعطيات السؤال اللي مطروح علاش هاد السيد هذا غيب بالمعطيات ما حطش المبالغ اللي هي صحيحه والمعطيات اللي طرح ما حطاش في السياق ديالها علاش دابا انا مكنتكم بملف صحفي ها التقرير ديال داك العام ها جائزه تحت قامت ها امتى نظمناها وها الناس اللي جاو وحضر فيها مدير الرياضه اذا الاخوان انا تنعاود ناكد لكم الفلوس اللي هنا الجواب باش نظم لابري محمد سيس فيها جزء من المالي الخاص وفيها اجزاء كثيره من بعض الاصدقاء من بعض المتعاونين هذه مساله تظليه حتى لدابا انتم ملي شفتوا هذه المعطيات ما غاديش نختلفوا فيها ففي جونفي ما كانتش المنحه ما كانوش الفلوس يلا كانوا عندنا رسوم اشتراك اللي ما تتعداش ها هي تشوفوا رسوم الاشتراك ديال التظاهره ها هي في المداخل في الصفحه 151 تلقاو الاخوان ما تتعداش 88000 درهم 8 مليون و800 ولكن التظاهره طاحت على 120 مليون الباقي شكون اللي جابو بطبيعة الحال اللي جبتو مشيت دبرت عليه وجبتو نظمنا به التظاهره ديال سيدنا لان باش ما تسعس التظاهره ديال سيدنا فتحمل اسم سيدنا قلنا طوطو دخل الملحه في جويه وملي دخلت الملحه فاجا السيد المديره الاداريه ناديه اي التهليل ياك اي التهليل على السي تقي الدين باش يجي يدير باش نخرجوا الفلوس شنو الوقع؟ لا خلي ديال مراكش هذيك ديال تمسنا ديال هذا العام تهضرك على بريم محمد ملي دخلت الملحه هذاك العام باش يدير له التحويل جا سور بلاس هنايا جا سور بلاس ودار التحويل ودار درور دو بيمون ودقق مع المديره الاداريه جميع الوثائق اللي لي فاكتور اللي انا خلصتهم درنا شوط
لا عجينا عجينا نادي عجينا نادي هنا تنهضروا انتما تنهضروا على بلي محمد زيد وعلى منين دخلت الملعب الجرد شنو درت الجرد اللي درتو واش كان حاضر انا ديال ما كانش حاضر دانس فين دانس شقرو ايوا اشنو دا اشنو ولكن السؤال علاش تيقول لك انا ما كنتش حاضر وتهمني بالخيانه بان سيت لك ابرو درتي ما بغيتي الاخوان انا اقسم على ذلك على انه كان حاضر وجميع المحمديه وصلنا لورد دو فيلمون وانا تتحمل كامل المسؤوليه لورد دو فيلمون داز حسابي الشخصي لان هذوك فلوسي وفلوس العائله ديالي وفلوس الاصدقاء ديالي وخص الناس يعطيو فلوسهم واللي تيقول لك شي حاجه انا يناقشني في المساطير ولكن ملي نهضروا في المساطير اعطيني ميزانيه في جونفي واعطيني عامل مالي يخدم الخدمه ديالو وديك الساعه نجي نناقشوا المساطير ما تناقش معايا الاخوان المساطر انا تيناقش معايا المساطر ما ناقشش معاه ويجي عندي مفتي ديال الماليه ما ناقش مع المساطر لانه ما عطانيش المنحه في الوقت ديالها وعندي عامل مال ما تيجيش ما تيديرش الخدمه ديالو كيفاش غندير انا هاد المساطر كيفاش غندير لها ما عادش كندير لها ما عادش كندير لها واش انا نموت ودابا حنا نضمنا تضرر زقنا ملي بغينا نردو فلوسنا ولينا شفاره لانه قال شفاره قال شفار ولا قال مختلس لانهم ديكونيكتي ما عارفش اش واقع ما كاينش غايب على التظاهره هذا هو اللي كاين الاخوان تيزكي 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 الغياب ديالو زكا في الرساله قالوا قال برر الغياب ديالو واكدوا في الاستقاله ديالو الان تيزكي في التهم اللي تيوجه على الاستقاله كيكون امين المال ونائب المال امين المال في الحاله ما محضرش امين المال ينوب عنه امين المال فالحال العلم ما فكرتوش انكم يكون نائب الامين المال حنا دابا بالنسبه لكاين مساله ربما كاين امين المال وكاين الرئيس يعني اذا ما كانش امين المال غادي يكون رئيس لا ما كاينش امين المال دابا الاخوان شنو درنا دابا القانون الاساسي واضح يعني اولا الوثائق الماليه والمحاسبه كلها صحيحه 100% فيها التوقيع ديال الرئيس والتوقيع ديال امين المال هذه ما نقدرش ننكرها لان ذاك العام اش قالوا لي في 2005 عقدت وقال لك زورت سيناتور من بعد ملي قال لك كاين دار حيت بغى يقلب بغى قلب على راي جديد ملي جا دار هكذا حقا درتي تراجع هذا هو العمل الجمعوي في داخل الجامعات حنا دابا تنحسوا العمل الجمعوي التطوعي الهوايه ما يسمى بالهوايه حنا مختلفين في عقولنا جميع الوثائق سليمه 100% فيها تحمل التوقيع ديال الرئيس والتوقيع ديال امين المال السؤال ديالك جوهري حنا ديك الساعه في الاول كان التوقيع اللي كان سبيسيمين كان الرئيس وامين المال حنا ما كناش نعتقدوا على ان امين المال غيخرج هاد الخارج الان مباشره ملي عطاني الاستقاله فعيط على امين نائب امين المال وضع سبيسيمين ديالو وضع السيناتور ديالو في سبيسيمين دابا الان اصبح النائب ديالو تيزاول المال لانه ولا غياب رسمي اما قبل ما كانش غياب رسمي حنا كنا تنغمضوا عينينا لان علاش لحقاش الا جيتي تفعل القانون الاساسي ديك ثلاثه ديال الغيابات في الاجتماع خاصك 50% ديال الاعضاء غادي يمشيو بحالاتهم كلهم رؤساء انديه اولا غتخلق عداوه مع رؤساء انديه يقدروا عاوتاني تقلبوا عليك في جمعه عامه الى اخره ثانيا غادي تضرب المصداقيه ديال المكتب الجامعي وغادي تضطر انك لحقاش الا ضربتي في الجوهر يعني في اتخاذ القرار في النصاب الا ضربتي النصاب غتعخصك تعاود الجمعه من جديد غيتعاود غيطيح الرئيس ويطيح المكتب بالتالي حنا فتنحافظوا على التجانس وعلى الصيروره ما غاديش نخلقوا مشاكل وهذا هو السر علاش انا ما كنتش تنحتج على غياب بعض الاعضاء دوك الرئيس او العضو اللي تيغيب فانا تندير الخدمه ديالو ما عنديش مشكله عندي هنايا موظفين ما كاين حتى مشكل دابا الان عززنا الجامعه بموظفين اخرين باش العضو الا ما داش خدمته نديروها حنا هذا هو اللي كاين دوك هذا اللي تشوفوا الان غير الهوايه هذه يعني ظاهره من مظاهر التخلف اللي وقع في داخل الجامعات الرياضيه من بين حنا تنعترفوا بها كاين شي مشكل في اطار لاجوس يعني ملي كاين هو كيتهمك بانك اختلستي درتي هذه بدك ديك 186 مليون حسب البروتوكول جينيرال ولكن دوك لي بيس كونطابل اللي هو فند هذه كان ياخذ مثلا اللي في الطوكوبي ديال البيس كونطابل والفند باع ندوز انا كنسولك على لا بانك اش واش وصل لها هذا الشيء هذا الصداع هذا لا ما عندها علاقه هي بهذا الشيء ديالنا هي لا بانك ملي جاتي تطلب انت الريفي تقول لك واش انت سينياتير الا كنتي سينياتير تشوف لي سبيسيمين ديال كذا الا كنتي تتوقع الوثائق تعطيك الوثائق ما عندكش تقول لك اودي اسمح لي يجي الرئيس ولا الامين فهمتي اما بالنسبه للوثائق سير ما عندناش الوثائق لان حنا الوثائق مثلا نديرو لوبيراسيون تنكملو مثلا بطوله تنشدو تعطيو الفيديسير
ما عندوش الوطن، حنا ما عندناش الوطن، تنعطوا الفينيسيال، حنا تنشتغلوا محترفين، واخا غياب تنحاول نغطي ذاك الغياب ديال امين المال في اطار اخر. الى لاحظتوا في الصفحه الاخيره من التقرير 160 ايه شهاده ديال الفينيسيال. اخوان راه الا ما عنديش انا هذه الشهاده ما تنعلمش على الجمله وما تنحطش هاد لي مونطو، هاد لي مونطو ما تنحطهمش، ما نقدرش نحطهم، تتجيني الشهاده وتجيني لو بيلون، ما يسمى بلو بيلون. قال يعطيني جبتي لو بيلون من عند الكونطابل. جبنا احنا باش تشوف هذا. كاين فرق بين التقرير المالي تيمشي للانديه وفرق بين البيلون. هذا ما تيفرقش، يقول لك تيقول لك ذاك لو مونطو اللي داز لو بيرسون حطوه هنا. واش الاخوان واش ما كيمشيش الانديه؟ واش انا غادي نصيف الانديه هذا البيلون؟ ما كيمشيش، لا ما كيمشيش هذا البيلون اصاحبي. ما تيفرقش هو بعدا ما بين البيلون الحصيله ديال المحاسب وما بين التقرير. تنشدوا هذا البيلون مع الكونطابل تنعطيو دي ريبريك وتنخرجوا. علاش؟ يعني بنقولوا تنبسطوا التقرير المالي، تنبسطوا تنقولوا دخل خارج هالمداخيل هالمصاريف، وتنحاول ندير طيب على المصاريف باش تعرف انت. مثلا تنقول لك مثلا ان المهرجان الوطني للتنشيط في الاكادير تقام علينا ب 275,679.24. هاد لو مونطو تناخذو من هنايا. وعادة نقول لك من بين هاد لو مونطو فيه 14,300 ديال تعويضات الحكام والمنظمين، فيها اقتناء الكؤوس والميداليات والتذكارات الى اخره، فيها 12,000 درهم. تعطيك لي درهم باش تفهم. وانت ديك الساعه الا عندك شي حاجه تقدر تقول انت كذاب، هاد التذكارات كاع ما كانوا ولا الكؤوس كاع ما توزعوا في ديك البطوله، لانك انت حاضر فيها انت كرئيس نادي. اذا تنحاولوا توخوا الشفافيه يعني مع الانديه وبالطريقه تحاولوا معهم بالطريقه، ولكن هاد لي ديتاي ما يمكنش يا الاخوان نحط انا لي ديتاي في هاد التقرير. والا غيولي هذا بوحدو تقرير خصو نقاش، خصو لينا فهمتي فهمتي الاخوان. اذا بعباره اخرى هاد السيد هذا ما تيفرقش ما بين لو بيلون وما بين التقرير المالي اللي خصو يمشي للانديه. جميع العمليات المحاسباتيه بين هنايا والى الكونطابل زقل شي تيتحمل هو المسؤوليه ديالو، بمعنى انا خرجت منها اصلا، انا ما بقيتش نتحمل المسؤوليه ديال التقرير المالي ولا تيتحمل ولا دخلت معايا الفيديسيال ودخلت معايا الكوميسيال الكونت. اذا هاد السيد تيتهم على الطوز راه ما تيعرفش شنو تيقول هاد الخاين هذا، تيضرب راسو اولا، تيضرب راسو تيضرب في المسؤوليه ديالو، واخا هو اللي هو يعني غالبا ما هذاك السيد جاي باش يتفرقع علينا، يعني ما تيهموش راسو، هو خصو غير يوسخك. فهمتي كيفاش؟ غتلاقي عقال واحد راجل كبير شاد تقاعد ورجل تعليم وتيدخل هاد تيخرج هاد الخرجات بحال هكا. انا تنتساءل شخصيا، انا بالنسبه لي هذا انا نقول لكم الاخوان، اولا تنفيو على انه يكون شي خلل في الماليه. ان السيد امين المال هو مسؤول، رغم ان قدم استقالته فهو مسؤول على الفتره اللي كان فيها امين المال، والاستقالة ديالو لا تعفيه من المسؤولية ديالو من المحاسبة. هو مسؤول، هو هادشي كاع اللي تيديرو كاع باش بيقول لك انا ما بقيتش مسؤول، مسؤول وانا مسؤول معاه، انا مسؤول معاه، انا امر بالصرف، انا هاد القرعة غادي نشريها تنتحمل المسؤولية على شريتها، واش داخلة في اطار اللعبة ولا لا، هاد المسؤولية ديالي. هو مسؤول على صرف النفقات وتتبع النفقات لي ديفي كونتراديكتوار، يمشي يقلب على يبحث على الاثمنه الرخيصه، يبحث يريسبسيوني الماتيريال، يريسبسيوني الشراءات، مسؤول هو بغى او لا كره مسؤول. وانا كذلك مسؤول، ومسؤول عليه حتى هو، شي الغياب ديالو انا مسؤول عليه، لان دابا الان فين كاين المسؤوليه ديالي؟ علاش هاد السيد تيغيب وما جريتيش عليه؟ هنا الغياب ديالي، هنا المسؤوليه ديالي، ومسؤول انا مسؤول على اي وثيقه سنسنيها انا وياه. مسؤول انا خرج من المسؤوليه ديالو، تنحيدش المسؤوليه ديال الاخوان، انا مسؤول ومسؤول على اي حاجه وقعت في المغرب تتعلق بالرياضه الشطرنج. الا وقعت شي حاجه في الشطرنج اسا الزاد المسؤول الاول اللي عيط عليا يقول لي اش وقع تما، انا اللي تنتسائل، واخا انا ما عندي تعلق بداك الموضوع. دونك المسؤوليه ديالنا كاينه. شنو هما الاجراءات دابا اللي غتقوموا بها في ظل هذا؟ هو قدم استقاله ديال، واش غيمشي صافي مشى في حالته ولا الاجراءات ديالنا حنايا من الان
تتمسكوا تتمسكوا بالشرعية والقانونية ديال الأجهزة ديالنا. حنا ما تنخرجوش من فقط هاد اللقاء فقط لتسليط الضوء أو الرد اللي ضد على هاد السيد اللي دار خسر الضوء، لأنه أخلاقيا وقانونيا خسر الضوء على هاد السيد، ننفيو هاد الشيء أولا. ثانيا الموضوع غادي تحتوى داخل الجامعة الملكية مش في البداية. أنا مطالب باش نعلن على الاجتماع ديال المكتب وعلنت عليه، كاين اجتماع طارئ، علنت على جوج ديال الاجتماعات، علنت على اجتماع طارئ في هنا في مقر الجامعة، غيكون يوم الجمعة المقبلة إن شاء الله على الساعة الرابعة بعد الزوال، غيتناقشوا فيه جوج ديال المواضيع. وخصو يحضر؟ لا ما تهموش، دابا حنا دابا الآن هذه دابا هو استقل، هو دابا هذا الموضوع هذا غادي نناقشوا فيه هاد الحملة التشهيرية، علاش دارها؟ لأن يعني المفروض هو كمسؤول فين كان خاصو يناقش الموضوع هذا، خاصو يناقشو داخل المكتب الجامعي أولا، ومن بعد ملي ميقتنعش بالقرار ديال المكتب الجامعي فيناقشو داخل الجامعة، وإلا ما اقتنعش يناقشو وسط الوزارة. تظهر لي هذا هو الأمر، واللي تيخرج على هذا الإطار عرفوا جبان، وعرفوا أنه فيه الفز، عرفوا بأنه عنده سوء النية. حنا ما غنخرجوش على هاد الأجهزة، غنناقشو الموضوع داخل المكتب الجامعي. وحنا في الاجتماع ديالنا الاخير راه جا وجا بعون قضائي وجا باش يثبت عليا السرقه باش هو يكذب والعون القضائي يسجل، وحنا رفضنا العون القضائي يدخل. من بعد انه وجر على العون القضائي وقلنا له دابا مشى العون القضائي وجلس نناقشوا الموضوع، ما بغاش حط لينا هذه الوثيقه وقال لي انت خنتي امانه وتتختلس، وزاد خرج. قلنا له جلس حط لينا الحساب المالي واجي نناقشوا موضوع بموضوع، ما بغاش نناقشوا الحساب المالي ونجبدوا الوثائق، ما بغاش. انا بغيت نحط الوثائق وحطيتها في جدول الاعمال، وكان هو اعضاء المكتب هنايا. السؤال اللي مطروح علاش هو يفضل يتوجه اتهامات ويحط لنا هذا الورقه هذه بوحده اللي حطها ومشى بدون ما نناقشوا الحساب المالي. كانت فرصه، انا قلت لهم الحساب المالي ديال هذا التقرير الادب المالي انا عندي الكيتوج ديالو ولكن مستعد نرجع ليه، ولكن انت واش مستعد ترجع ليه؟ ما بغاش يرجع ليه، هو فقط الهدف ديالو هو يشرشر علينا ويسيدنا هو اللي كاين، لان اللي كاع اللي تيخرج من 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 الجهاز الرسمي عرفوا بانه راه جبان وبانه يعني عنده يعني في يهدف لشي حاجه لغايه في نفس العقل. دونك هذا هو اللي كاين. حنا بالنسبه لنا هاد المبالغ دخل في حقه قرارات يعني تاديبيه. حنا دابا اجتماع الطارئ ديال الجمعه الاجتماع الرسمي غيكون في الجامعه تاخذ القرار، غتاخذ القرار بجوج ديال النقاط. كاين عندنا نقطه تتعلق به هو هاد الحمله التشهيريه وناخذ فيها القرار صغير مسؤوليه، وكاين عندنا موضوع اخر وهو الشطب ديالنا على واحد توصلنا بواحد قرار الشطب طرد من الجمعيه ديال سيدي سليمان ديال واحد الرئيس ديالها، يعني داروا جمعه وطردوا الرئيس وداروا رئيس جديد، بمعنى ذاك الرئيس المطرود هو عضو معنا، هو نائب الاول للرئيس، وبالتالي صبحت يعني العضويه ديالو بين قوسين غادي نناقشوها باش لانه ما بقاش عنده الصفه القانونيه باش يبقى في المكتب الجامعي. وحنا هذا الموضوع هذا رسلنا الدعوه في هذا الموضوع، وغادي ان شاء الله نجتمعوا وغادي نخبروكم، نبغيكم تبقاو مواكبين معنا هاد الانشطه هاد الاجتماع هذا وهاد الحيثيات باش تعرفوا المستجدات ديالها. وانا تنعاود ناكد على اننا حنا تنستنكروا، حنا شخصيا وبقى الاعضاء المكتب كيستنكروا هاد التصرفات اللي مشينا، ومناقشه هاد الشيء غيكون في اطار قانوني في اطار اجتماع رسمي. وحنا قررنا في اجتماع ديال طنجه غندير جوج اجتماعات اللي بقاو لنا ثلاثة اجتماعات، الاجتماع الأول قلنا طارئ لأن ما كانش متوقع، الاجتماع الثاني غيكون على هامش الملتقى العربي في طنجة، وكنا درنا حددنا ليه ديريكت يعني ديجا حددنا ليه جدول الأعمال ديالو في جوج نقاط، أولا مناقشة النظام الجديد، النظام الداخلي الجديد ديال الجامعة باش نخضعوه للجمعة باستثناء المصادقة، والنقطة الثانية قلت لها حسابات، فإذا كان رئيس الجامعة تيدير جدول الأعمال تدقيق افتحاص المالية فما تتخلع من حتى شي حاجه، اذا علاش السي صاحبنا ما بغاش يجي يفتح معنا الماليه اذا تهمو انا وياك، ما بغاش. راه كاينه في جدول الاعمال في مدينه طنجه ان شاء الله غيداروا افتحاص الماليه قبل احالتها للكونطاب
قبل احاله تاع الكونطرا كيظل لي هذه قمه الشبابيه. صاحبنا ما بغاش يجي قلنا له يجي واخا انت مستقل غادي تجي في نقطه تهمك ديال التحديد وهي الوضعيه الماليه. انت مطالب باش تعطينا الحساب المالي ما بغاش هو تقلب على شي حاجه اخرى. دونك باختصار هذا هو انا اخجل من نفسي انني نطرح هاد الاسباب ديال هاد السيد هذا وهاد الشيء وهاد الخزعبليات اللي دار. فهذا تعتبر تصرف سبياني تصرف متهور ديال المفروض مسؤول خاصو يكون تيتسب بالمسؤوليه ويكون يقدر المهام ديالو لانه هو تعتبر من المسيرين البارزين ديال الشان الرياضي الوطني. الناس انتخبوا عليه باش يكون مسؤول ماشي باش يبدا يدير يحط وثيقه رسميه ويبدا يحط علينا ويبدا يقراها القراءات السبع. دونك هذا هو اللي كاين اللي قبل ما ندوزو هاد النقطه هادي. بطبيعه الحال هذا مساله انا بالنسبه لي قرار لا رجعت فيه مباشره بعد اجتماع المكتب غيتحط الموضوع عند الوكيل المالي. هذه مساله لا تناقش لا اناقشها وبالتالي فهو غيكون عليه عبء اثبات الاختلاس ماشي عليا انا. دوك انا مختلس ندوز للوكيل المالي انت تثبت لي الاختلاس. اما انا عندي الوثائق ديالي وقاد الامور ديالي التقرير المالي مصادق عليه في جمع عام رسمي وحضر فيه وزاره الشباب والرياضه وحضر فيه الانديه وصدقوا عليه بالاجماع ولو واحد امتنع ولو واحد متحفظ ولو واحد رافض بالاجماع الاخوان بما فيه هو. والحسابات مدققه من طرف خبير وعندنا فوالو عندنا لاتيستاس وعندنا الشهاده ديال الكوميسيون كونت. اذا فين كاين المشكل فيه هو هذا تيشكك في الحساب المالي اللي هو موقعه واللي صادق عليه الجمعيه. اذا احنا بالنسبه لنا هذا قرار لا رجعه فيه. بالنسبه لي انا قررت شخصيا تنتظر الاخوان ديالنا نستمعوا معاهم باش نداوي معاهم هذا الموضوع وانا غنمشي في الطرح ديال اني نقنعهم. الا ما بغاوش هما مقتنعينش باش يدوزوا للقضاء انا غندوز للقضاء بمفردي لان المساله تمس سمعتي واعتباري الشخصي وانا ما غنسمح حتى شي واحد يمس السمعه ديالي لانني انا على العكس من ذلك. فافتخر تنفتخر بالعمل اللي قمنا به وتنفتخر بكوني دبرت في الفلوس وجبتهم للجامعه باش حلينا مشكل ومن بعد عطينا الناس فلوسهم. انا تنفتخر بهذه القضيه السحب او ذاك التحويل البنكي تنفتخر به بغض النظر على المساطير وكذا انا تنفتخر به. وإذا كان فيه مسؤوليه فانا المسؤول الاول ماشي هو. انا اللي تنتحمل المسؤوليه ديالو. الفلوس راه مسؤول الناس ديال الناس ماشي ديالي الفلوس. انا ما عنديش كاع 120 مليون ما غنجيبها هذوك فلوس الناس فيها غير واحد جزء بسيط ديالي جزء بسيط. اما تقريبا اكثر من 95% ديال هذوك الموطو ديال الناس. وما نهضرش معكم في التفاصيل وتتعرفوا ان ملي تمشي عند واحد اونتربرونور تسلف من عنده كيفاش شنو تيوقع بلا ما نقول لكم التفاصيل اذا حنا مشينا تصرفنا فلوس علاش؟ مصداقيه باش نحافظوا على المصداقيه ديال اسم سيدنا تظاهره باش ما تشوهش. معلم ان الجهه كانت التزمت معنا باش تمول هذه التظاهره. وقع ما وقع تيظل ليا بلا ما نهضروا في هذا الموضوع لانه علاش كذا فمسائل اخرى ما غنهضروش عليها. ولكن حنا مشينا دبرنا في الفلوس وجهنا حطينا الله باش خدنا الفلوس وحطينا وتنجيب الفلوس للناس باش يديروا التظاهره. كذلك ماشي التظاهره ما كاينش غير التظاهره بوحدها. فمباشره من بعد هذه كانت عندنا المهرجان الطفل اللي في اكادير راه مهرجان الطفل ديال الدراري الصغار الاخوان راه وكبتوه راه كان في اوتيل كاتري طوال كان في انزي طوير وما ادراك ما كاتري طوال. المداخيل ديالو ها هما كاينين مهرجان الوطاج طول الطفل المداخيل ديالو 14 مليون مع العيب ان المصاريف ديالو ها هو 27 مليون. اذا ديك الفرق شكون اللي جابو؟ افريل هاد الشيء دار طبق على هو واخا في افريل نفسها انا صرت الفريق الوطني للبطوله الافريقيه. واش نقول انا الاتحاد الافريقي حبس البطوله الافريقيه تتجي منحه؟ نقول لهم الاخوان الشامبيون دافريك ها هي شاركنا فيها في مصر حقوا الابطال ديالنا نتائج مزيانه
شاركوا فيها سبعه ديال ثلاثه ديال الابطال ثلاثه البطلات ومشى يعني رئيس الوفد شحال المشاركة في بطولة المنزل فيها 94,000 درهم تقريبا 100,000 درهم هاد 100,000 شكون اللي جابها باش مشاو للفريق الوطني في افريل ما كانتش المنحة الاخوان اذا هادو ثلاثة ديال التظاهرات كبرى اللي كانت في هذيك سبعة اشهر الاولى شكون اللي مولها فيها 120 مليون وفيها 27 مليون وفيها 10 مليون تقريبا هذا السؤال تنطرحوا عليكم الاخوان حسبوا ما حسبتوش شحال ديال الفلوس راه 120 مليون و 27 مليون 147 94,000 درهم 1400 فرنك 147 156 156 اذا هاد سبع شهور غير هادو ما غنهضرش معاكم على 42 نشاط غير ثلاثه ديال الانشطه كبار كبيره دابا انا تنطرح لكم سؤال الاخوان انتم كصحفيين ما غاديش وعندكم تقن ادبي عندكم المحضر عندكم كل شيء فقلتوا عطيت روبوزي وفكروا معايا في هذا الشيء اللي قلت لكم وغادي تلقاو ورجعوا غادي واحد القضيه بغيت نعطيكم حتى الريلفي نعطيه لكم الريلفي امتى داس المنحه لان هذه النقطه اللي خاص اللي تنقصكم باش تضبطوا المعطيات كاملين وتحلوها عندكم تقرير فيه لي دات ديال الانشطه ونقدر نعطيكم الريلفي ما عنديش مشكل امتى داس الفلوس راه داس في جويلية بالضبط اذا لمده 7 اشهر كيفاش دبرنا هذه الفتره اللي هي تعتبر بالنسبه لي انا من 2001 من 2000 ماشي غير هذا العام ولا ذاك العام من 2001 تنعتبرها من اصعب الفترات يعني في تسيير الجامعه خصوصا حتى انا ما عندي شركه ماشي رجل اعمال حتى حاجه انا عندي غير المنضى ديالي وقولوا لي كيفاش دبرتي تدبر هاد الانشطه في هاد 7 اشهر من 2001 وفي الاخير ها شنو تلقاو الجحود وتلقاو التنكر تلقاو الاتهامات علاش باش الانسان لانه واحد ما لقاش المبتغى ديالو وعندو مساله شخصيه وتنا اما اختلف معاه في شي نقطه واما في اطار نقاش او عنده شي هدف ما تلبش ليه هذا هو اللي كاين مساله شخصيه يعني محضه تعترف هذا السيد هذا بانه ما تيقدم حتى شي خدمات جليله للشطرنج الوطني فقط يجي يوقع وتيزيد بحالاته وتيغيب ها هو تيعترف الى لقيناه الى جينا هضرنا على البالماريس ديالو في مدينه المحمديه اشنو تيدير كرئيس نادي ولو ربع بطل يعطيني شنو من الابطال يطلع مع العلم الاخوان كما قلت الاخوان الباح هذا السيد رجل تعليم كان بامكانه القسم ديالو غير قسم واحد في العام يمشي يدير ليه الشطرنج غيطلع ابطال كثار ولو بدايه بطل الا مشيتو دابا غتلقاو جالس غير من القهوه ولي مكروازي والخور خاوي هذا هو اللي كاين اذا شنو تيدير هذا السيد حنا كنا تنحطوه على اساس انه صديق ديالنا وانه رجل طيب وانه في اطار علاقات الصداقه اللي كانت بيناتنا والثقه حنا الثقه مطلوبه انا في داخل المكتب الجامعي يعني انا بالنسبه ليا الا كان انسان يعني فيه هذه الصفه ديال الثقه تنتغاضى على لا كومبيتونس ولكن الا كان كومبيتون ما فيهش الثقه تكون صعيب كاينين الناس دي كومبيتون عندهم لي كومبيتونس ولكن ما فيهمش الثقه دابا الان هذا لا زين مجي بكري دابا الصندوق دابا جالس يفضحنا و تيحاول يفضح راسو لا هو سمي اي واحد النقطه هي كيف ما كان الحال الجامعه بون هي اللي مصدره من هاد الحمله مؤسسه ولكن ما حاولوش نتوما انطلاقا من تظاهر جيين وانطلاقا من خوفكم على حرمه الجامعه ما حاولتش ما يمكن هذا الخلاف يتحول بالدول حيت كاين بعض الخطوات اللي كيكون الانسان في هذا الغضب اللي تقدر هذه القرعه ما تعطيهاش فيه يقدر يتحول بالدول ويتحول يعني ما حاولوش هذا الخلاف يدوم لا انا نقول لكم على القضيه اولا انا اختلف الاشكاليه ديال اكاديه عندنا في نفس العمل الاشكال ديال اكادي واحد يجيب لك ما كانش الامكان ان هذاك المشكل يتحل. ما بغيتش نهضر في هذا التفصيل لان لا بغيت لا اللي بغيت نطرح لك واحد النقطه انا هضرت مع الاخوان الباع عاد نقول لك دابا شوف هذا الموضوع التفصيل ديال الاكادير لا كنتي ما بغيتش التفاصيل انا نقول لك لا غنطلق لك التفاصيل غنقول لك التفاصيل الاخوان سمعوا لي مزيان اش وقع في اكادير سمعوا لي مزيان دابا نضطر نقول لك اش وقع في اكادير فاكادير نضمنا بري محمد سيس الدوزيام ايديسيون ياك هذا العام ماشي ذاك العام دابا ذاك العام تتعلق بفلوس اللي قالك التحويل ديالهم ديال ذاك العام دابا هذا العام هذا علاش تقلق علينا تفقع دابا جا هو ومراتو انا اتصل بيا السيد
قال لي يا ودي غنجي انا ومراتي. قلت له ما كاينش مشكل، امين المال هادشي اللي بغيت تقول انا قدرت، انا تنقدر انا الظروف لان الاعضاء ديال المكتب يعني تقدر دير توافقات بعض الاحيان. ضروري توافقات. اعضاء المكتب ما تنقولش لهم لا، ولكن في حدود الامكانيات. ما تمكنش لي تجيب لي انت 70,000 واحد وتقول لي ادخل، لان واخا نميك انا راه ذاك رئيس النادي ولا كذا تيلاحظ. تيلاحظوا. غادي يبداو يتهموا فينا. تستعملوا كذا الى اخره. دوك انا وليك راه كاين حساسيه دابا انا فين نبقى فين دابا انا نقول لك واحد القضيه نهضروا في واحد الموضوع اللي ما عندوش علاقه بالشطرنج. فين هو الشطرنج هنا في هذا؟ انا نهضروا مسائل شخصيه دابا. استفاده من الموطيل ويتمرح لك في اكادير في الصيف وما ادراك ما اكادير في الصيف وكطريق واقع. انت غتلقى بلاصتك. راه المشكل اللي كاين حنا قبلنا له يجيو مباراه ما كاين مشكل. هو ديجا كان بعدا في اكادير. نهضروا لنا البلاي اوف حسب الممتاز. وعاد غيتنظم مباشرة هنا في محمد زيد، هو مشى جاب مراته من مراكش، عنده دار في مراكش، دابا ملي جا، حنا أعضاء المكتب كانوا كلهم في دي شومبر دوبي، واحد جوج، كنا شومبر فيها جوج، ولكن ملي جا هو، قلنا لواحد العضو جامعي، ميك، غادي يدخل مراته، ما كاين حتى مشكل، عطينا شومبر سينجل، راه برعنا، فين كاين المشكل؟ هو ملي جا باش ياخذ لا شومبر. جاب لينا بنتو اللي خصنا ندبر ليه في دو شوم. وانا كان الاكتظاظ خصك تعرف بان لوطيل الموحدين الى اتصلتي به غتقول بانه راه حيدونا تقريبا شي 40 بلاصه 40 شوم راه حيدوها ليا 40 شوم دوبل بلا 80 بلاصه. عرفتي علاش؟ لان كان الاكتظاظ تيطلبوني تيقول لك اودي لك الحاج اللي درتو راه حنا مضطرين نقصوا لكم دابا درنا معاكم ثمن مزيان راه حنا جاونا الناس مزيان. دوك اضطريت اننا نازلوا على 40 شهر، وبالتالي هذه العملية خلات لنا واحد الاكتظاظ ديال الناس، واضطرينا ناخذوا أنزي طوير، وزدنا تقريبا شي 120 واحد زدناها في أنزي طوير، راه الناس بزاف جاو، شحال خلصوا الناس؟ 70,000 فرانك، 100 درهم في النهار، واش كاين شي أوتيل كاتريطوار أ في أكادير في الصيف 100 درهم في النهار؟ ما كاينش، دوك حنا درنا تسهيلات يعني أقصى التسهيلات، بالنسبة لهذ السيدة هذا. عيطت عليا المدير الاداري والاخوان قلنا لهم قال كان اشكال السيد جاب مراته كاش بريفي حتى انا كنت راجع للطريق عاد كتعرضوه شخصيا لانه حتى افتتاح ما حضرتش ليه سي سعد مولى المسيوي نائب الرئيس هو اللي افتتح الدوره لان كانت عندي ظروف طارئه رجعت ديك الليله انا راجع في الطريق ومعي عضو جامعي تيطرحوا لي المشكل قلت لهم ودي هذاك السيد شوفوا لي اوتو الاخر كاع يبعد من تما كاع شدينا لي اوتو الاخر اوتو الارقام ما بغاش يمشي ليه ما بغاش يمشي هذا السؤال المهم انا حس تقول لك حاولنا معاه شنو هو لح باش قلنا له مشى السيد نائب الرئيس عمي مسيوي هو معايا مشى تيقلم شنو البروبليم واش عنده السيد عنده الحز بقى فعلا عنده الحز اسمعوا لي مزيان يا اخوان راه عنده الحز سميت تقي الدين عبد القادر هو ومراته اسمعوا لقاو في الشوم لقاو دخل جوج ولاد جوج لاعبين من النادي ديالو هو راه عطاهم لا شوم وبغى شوم اخرى فهمتي علاش غتقول لي دار هاد العمليه باش يسلت اللعابه ديالو ما يخلصوش ديك 70,000 فرانك لواحد انا هادشي راه ما بغيتش نقول لك ملي طرحتي لي السؤال دابا هادشي راه كاين راني قلته تماك بغى يسلت هو سلت جوج لاعبين ولا ديك السميه ديالهم مراد الشريقي والسعيدي جوج لاعبين دخلهم سلتهم عطاهم لا شومبر على جال عند المدير الاداري تيقول لي عطيني الشومبر ديالي تتقول لي راه عطيتك لا شومبر لا شومبر ديالك قال لا ما عنديش لا شومبر مشاو تيقلبوا لقاو اللعابه ديالهم عاد جا خصني نقلب بمعنى خاصو شومبر اخرى وشومبر اخرى ديال بنتو انا ما عندناش حنا هاد الكاباسيتي فهمتي المشكل مش فين دارو راه لا فوت ديالو حنا ما ارتكبنا حتى شي غلط راه حنا استقبلناه ووفرنا ليه الظروف اللي راه هو اللي كان لئيم وكان غشاش دوك انا هادشي ما بغيتش انا نقولو ولكن اضطريت ولكن انا قلتو في الباين قلتو بتفصيل في الباين وقلتو الله يحفظك ديروه في الجرائد وتتحمل المسؤوليه واللي قال الا قال هو راجل نديرو معاينه في لوطيل كاينش مشكل وعندنا الشهود وهادشي راه تيسيء علينا الاخوان راه حشومه نناقشو هاد الموضوع فينا هو رياضه الشطرونج فينا هي الخدمه ديالو اللي ما تنجيش ليها السيد بغى يستافد وعاد السيد راه كل مره عطيني الفلوس راه ما عنديش ملحه في النادي ديالي راه ما عطاونيش مزيت البلدي الفلوس عطاوني الفلوس بغى الفلوس من التحت ما كاينش اللي عطيه الفلوس من التحت
وما يمكنش ليا نعطيه فلوس من الجامعه، لان الا عطيت الفلوس للنادي ديالو خاصني نعطي منح لجميع الانديه، وانا عندي 120 نادي بغاني نشغل ليه ولادو، انا ما عنديش هاد لا كاباسيتي باش نشغل ليه ولادو. راه ما يمكنش واحد السيد يلا تعرفت عليه دعم لينا واحد التظاهره يمشي يقول لي شغلها لينا هذا، راه ما يمكنش. راه المشاكل هما هادو الاخوان، راه ماشي ان توقع على بياض ولا داك التخربيق، داكشي راه تخربيق. هذا هو اللي كاين السيد، هذا هو هذه هي الحقيقه ديال الامور. حنا راه ما اختلسناش الاخوان، راه الماليه صحيحه بحكم الى ما قلت لكم الصحيحه راني طعنت في هذا السيد. راه السيد راني تنطعن فيه الى ما قلت لكم الصحيحه، وراه طعنت في الجمع العام، راه التقرير الادبي والمالي راه مصادق عليه الاخوان، الله يرضي عليكم. اذا هذا الموضوع ديال التقرير الادبي والمالي ديال ذاك العام نورمالمون راه ما خصناش نناقشوا، راه عندي الكيتيز ديالو. انا راه خدت الكيتيز دبري عندي مختا، علاش بغي يردنا النار؟ انتم تعرفوا معنى الكيتيز. واش كاين شي دابا رئيس جامعه خد الكيتيز في الدوره ويعاود يرجعوا ولا كان ما يمكنش؟ ما يمكنش. كاين شي جمعه ديال شي جامعه داز وعاودوه؟ راه الا بغى شوف الا كان تشكيك في شي مونطون ولا شي حاجه نرجعوا للجمع العام، نعاودوا جمع عام جديد، هو القرار تيبقى للجمع، هو اللي عنده الحق يقول لك عاوتاني رجع لك رجع حتى ل 2001 ما كاينش مشكل. واحد القضيه راه حنا ما خبينا والو، التقرير الادبي والمالي بكل امانه عطيناه للناس بحال هكا، مشى للانديه بحال هكا وفيها الوثيقه فيها كل شيء، بمعنى حنايا ملتزمين بهذا لي مونطون ملتزمين بهذا الشيء. دوكا الاخوان الا ما كانش عندكم شي تساؤل اخر ندوزو لنقطة أخرى، لأن ما بغيناش نطولوا فيها. النقطة الثانية في جدول العمل، غير بغيتكم أنا نبغيو تناقشوا هذا الموضوع في المقالات ديالكم، يعني حاولوا وباش ما تدخلوش ما تربطوش البطولات بهذه المشاكل. بغيت أنا يكون إلا سمحتوا بغينا أن الرد ديالنا ديال الجامعة في هذه النقطة هذه يكون بوحدو، وهذوك المواكبة ديال الملتقيات الدولية تكون بوحدها الله يرضي عليك، باش تكون داك الشيء نقي على السمعة ديال بلادنا فينالمون، راه ماشي السمعة ديالي أنا ولا السمعة ديال بلادنا. اسمح لي ما كانش هذه الخرجات الإعلامية ديال الجامعة، واش كنتوا تتوقعوا أنكم تواجهوا؟ لأن قال لي خدينا ساعة ديال الوقت شي حاجة زعما كاين عابرة، لأن ما كاينش شي بلاغ رسمي أو شي اتهام من طرف الناس المسؤولين مثلا الوزارة ولا شي حاجة اللي وصلت، فهمتيني؟ مكتوب بالأحرى أنكم تجاوزوا هذه النقطة، فهمتيني؟ لا لا كنظلوا اتفقنا هو حتى لما طلقت ليها حنا نخبي شي حاجة. لا 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 بالعكس، لا لا خصني ضروري الرد لهذا الجرائم اللي وصلتوا هذا ما اضطريت أستاذ حسن تدفع مني، أنا اضطريت نعطيكم التفاصيل ديال الأمور. لا شوف كان ممكن نعطيكم البيرون كاع ما عنديش مشكل، غير خفت انا على الامور يعني كاع خاص كل واحد يدير القراءه ديالو، وهذا هو البروبليم اللي كاين. بحال دابا هذا السيد هو تعمد، اتونسيون خاصكم تعرفوا هذا السيد راه نقابي، نقابي محترف، وكان في التعاونيه ديال بنو رشد وهذا فيها مشاكل ما كاينش نرجعوا لهذا الموضوع، بمعنى الانسان محترف في هاد الامور ديال هادشي ديال العمل الجمعوي والنقابات، بمعنى الاختيار ديالو هاد اللحظه هادي دقيقه تعرف شنو تيدير، وملي عطاكم دي مونطون بحال هكا عطاكم هاد الرولفي وزاد تظن يا اخوان كلكم عندكم هاد الرولفي، ما عندكمش حاجه من غير هاد الرولفي، واش يا اخوان غادي تهمني باختلاس غير برولفي؟ اخوان انتم عقلكم انتم صحابه، واش شي واحد يضحك عليكم؟ ممكن هو دابا عطى دي مونطون وزاد باش انت دير القراءه ديالك اللي كاين، وعطى 50 مليون نخرجها، راه خصني ما خصنيش نخرج 50 مليون، خصني نخرج 70 مليون، لان عندي تظاهر ديال التصوير خصنا نخلص الناس اللي كاين. الاخوان اللي واقفوا معنا التظاهرات، السي إيراوي، السي حسن، الاخوان كلهم تتكتب كل شيء تعرفوا توزع جوائز، تتوزع جوائز نقدان في البطولات الوطنيه، تعطيو جوائز نقدان الحكام تعطيهم يعني التعويضات ديالهم نقدان، كلشي نقدان، وقد ما التظاهره مرتفعه كبيره قد ما المبلغ المالي تيرتفع، وهذا ما مثلا واضحه ما فيها شي مبالغه ولا فيها شي تعقيدات ولا شي تاويلات. دوكا غادي نسد الباب او النقطة ديال النهاية في هذا الموضوع قبل ما ندوزو للنقطة الأخرى
اللغات الاخرين شنو اللي بان لكم؟ واش كاين شي واحد وقع عنده شي سؤال ولا شي موضوع في هذه النقطه؟ بكل شوف اخوان طرحوا السؤال كيف ما بان لكم، انا ما كاينش شي حاجه، انا هنايا مسؤول في الجامعه ونجاوب على جميع الاسئله. إذا ندوزو النقطة الثانية، شوف النقطة الثانية غنخليكم أنا ما غاديش نطولوا فيها، التظاهرات اللي تعبر على راسها في الكأس الدولي الحاج محمد السقاط يعني تأسست سنة 2009 والإخوان هنايا راه حضروا التأسيس ديالها وحضروا أول تظاهر نسخة ديالها، الآن حنا نفتخروا بها لأن أصبحت تظاهرة عالمية وتحضرت بالرعاية السامية ديال سيدنا، هذا تيبين الحجم ديالها والأهمية ديال التظاهرة. عفوا بالنسبه للجوائز الماليه كانت تقريبا ما تتفوتش 60000 درهم، دابا الان دوبلات ولات 120000 درهم، تنحاولوا حتى هي ولات هي تضاهي او تنافس الجائزه الدوليه صاحب جلاله اللي الان ارتفعت المبالغ ديالها الماليه او الجوائز الماليه 24 مليون. الان هذه النص ديالها قول بغيت تقول، ولكن هذا العام لاول مره يعني تيشاركوا دول جديده بحال المانيا بحال بيلاروسيا بحال الهند، يعني مجموعه ديال الدول اللي هي جديده في تشارك هذا العام. كاين غنرجعوا الملف ديالها، ملف مهم حيت تكونوا غادي تروبوزي باش يمكن لكم تفحصوه وتاخذوا جميع المعطيات. فالمع اللاعبين الدوليين غادي يشاركوا ان شاء الله تقريبا 33 تقريبا ما يناهز 33 لاعب دولي ما بين استاذ دولي كبير. هنا تيبان لكم الحجم ديال التظاهرة، تقريبا لحد الساعة 18 دولة اللي أكدت المشاركة ديالها، كما قلت لكم الجوائز المالية تقريبا 12 مليون في المجموع. التظاهرة غادي يحكمها الحكم الرئيسي ديالها، اخترينا أجود الحكام من بينها الحكم الرئيسي الإماراتي المهدي عبد الرحيم اللي تعتبر من أول يعني أو من أفضل الحكام العرب، فهو خبير دولي في مجال التحكيم وخبير لدى الاتحاد الدولي، وكذلك فهو عضو في اللجنة الدولية للتحكيم وحكم دولي. دونك باش تعرفوا القيمة ديال هذا الحكم اللي غادي يكون حكم رئيسي بمساعدة حكام مغاربة وبعض واحد الحكمة من الكويت وحكام آخرين أكدوا المشاركة ديالهم من ليبيا. هم الحكام مساعدين غادي باشراك حكام المغاربه باش ياخذوا الدرجات ديالهم في هذه الدوره باش اللي تتاهلهم باش يستكملوا الملف ديالهم ديال الترشيح باش ياخذوا حكم دولي في الشطرنج. طبعا بحال هذه فرصه للاعبين المغاربه باش يتالقوا ويتنافسوا مع الوزراء ديالهم في الاجانب، فرصه كذلك باش يحسنوا الايلو ديالهم والالقاب الدوليه ديالهم. اذا هذا عرس كبير رياضي يعني بامتياز غادي يكون ان شاء الله في مدينه طنجه لاول مره. هذه الدوره يعني بغيناها مع مؤسسه سقاط اللي هو نادي الرجاء الرياضي اللي هما تنظموا التظاهره، فقررنا على انه بدات تسافر وبدات تزول في المغرب بعد مدينه الدار البيضاء اللي احتكرت تقريبا واحد 5 أو 6 ديال الاديسيون. فدابا في 2014-2014 يعني تنظمات في مدينه مراكش، والان بعد عامين اللي ولات التظاهرات تنظم كل عامين، فهاد العام غتنظم في مدينه طنجه ان شاء الله العام الجاي يعني غنقصروا ليها مدينه اخرى. اذا غالبا في الصحراء المغربيه. اذا التظاهره القيمه ديالها راه عندكم فكره عليها، اللاعبين اللي اكدوا المشاركه راه عندكم تماك، الفيش تكنيك عندكم تماك، لي زيديسيون اللي فاتوا اللي فازوا بها راه عندكم تماك في التظاهر في هذا. دونك ننتقلوا للدورة الثانية، واش كاين شي سؤال في هذا الدور؟ بالنسبة ل واحد التوضيح، الجوائز الجائزة الخامسة إلى الجائزة الثالثة عشر، الجائزة الرابعة عشر 5000 درهم أفضل لاعب مغربي حاصل على تسليم دولي ما بين 2000 و 2200. حتى دابا هنا حيت دابا هاد الصنف ديال اللاعبين المغاربة ما عندهمش حظوظ باش يفوزوا بالبطولة، اذا ضروري نشجعوهم على الاقل باش يلعبوا على واحد التصنيف معين، عندنا واحد التصنيف معين الاول فيهم
تياخذ الجزائر. لا حتى 2200 هذا هو الصرف ديال اللاعبين اللي غيحرزوا على هذا النوع ديال شي درهم ماشي درهم ماشي درهم السنه زعما لا سمح لي ترتيب بحال طيب في التنس ترتيب العالمي لا بحال عرفتك ترتيب عالمي لا غير سيتي لا بحال انا متاكد انا عارف اشوف 2015 ممكن بنطش لا ولا كل سنه كثير فهمت سي حازم هذاك التصنيف دولي بحال لاطي بي ديال التنس تماما بحال هكا حتى حنا التصنيف الدولي دونك هذا هو صبغه دوليه ما بقاش على صبغه وطنيه لا دوليه هي ولات عالميه ولات عالميه دابا عرفت شحال الدوله كاينه دابا دونك قبل ما ندوز للملتقى العربي واش كاين شي تظاهره شوف شي واضح اذا ندوزو للملتقى العربي النقطه الاخيره وهي الملتقى العربي لشطرونج الملتقى اخر ملتقى نظمناه كان في مدينه مراكش واكادير في مدينه مراكش نظمناه في 2014 الملتقى العربي لشطرونج وفي مدينه اكادير السنه اللي فاتت الاولمبياد العربي لشطرونج وهذا العام ملتقى شطرونج العربي في مدينه طنجه ولاحظتوا تلاحظوا من 2014 المغرب ولا تنظم كل سنه ملتقيات عربيه كل سنه يعني صبحات يعني بشكل منتظم كل عام 2014 2015 2016 ونزف لكم بشرى 2017 غننظموا كذلك ملتقى اخر واكثر من هذا يعني وهذا خارج على الموضوع ف 2017 من 3 14 ماي من 2017 وقريبا ان شاء الله غادي تنظم الجامعه الملكيه المغربيه باستقلال رسمي البطوله الافريقيه لشطرونج وحنا سميناه مادام كاين مجموعه ديال البطولات فحنا سميناه ملتقى الشطرونج الافريقي والان هذا الملتقى الشطرونج الافريقي غادي اختارينا ليه مدينه الدخل غتنظم مدينه الدخل الحبيبه من 3 14 هذا الشيء اللي نقول لكم الاخوان راه الميزانيه كاع ما وقع الميزانيه ديال الدوله ما تتناقش حنا خدنا دابا هذا التظاهر 14 الاخوان وملتزمين بها واحد حتى 14 ماي واحد القضيه غنظموها في ماي ماي راه باقي الملحه ما كايناش حنا عارفين حتى الجوي عاوتاني راه غادي نمشيو ندبروا على الفلوس وغادي نقولوا عاوتاني راه خبلنا اخوانا ما علاش حنا اللي تهمنا هو اننا ان التظاهرات يبقاو بشكل منتظم لان علاش تبقى السمعه ديال البلاد تعرفوا بانه من 2007 ل 2013 فالجامعه كانت مسدوده اخوان عرفوها كانت لجنه مؤقته انا استقلت في 2007 وهم يسدوا الجامعه كاين هادشي ولا لا سي شكرون سي تكزابي سي حسن انتم الثلاثه الثلاثي اللي كنتوا دائما تطردونا كاين هادشي ولا لا ياك سدات في 2007 ياك حلينا في 2013 راه في 2013 دوزنا هذيك السنة هذيك 2013 دوزنا سنة دوزناها وتا السي النية الرابع كان معكم والسي ماغوسي ننسى السي ماغوسي السي عراوي انتم كلكم كنتوا ياك سدات الجامعة في 2007 ملي مشيت وجات الوزارة دارت لجنة مؤقتة وسدات الجامعة كومبليتوم كاين هادشي هادشي انت تشوفوا الاخوان راه في 2000 من 2014 لدابا يعني جيت 2013 دوزت مرحلة انتقالية 2014 شطرونج المغربي الان يعني زاد بواحد الشكل وهذا هو هذه العمليه هذه تاتي الحفيظه ديال بعض الناس بعض الخصوم ديال كما قلتوا اعداء النجاح وفعلا كاين ناس حقودين وحسودين حساد اللي هما ما تيبغوناش ننجحوا في العمام ديالنا لان النجاح ديالنا حنا نلمل البارح كنا واكم مع الاخوان بطولة دوري درنا دوري وطني بمساعد المسير الخضر شفتوا شحال من جمعيه جات شحال من مدينه وشفتوا الرياضيه جات الاخوان واكبوا انا تنشكرهم بزاف لان الدري ملي تيجي تجي داك الكم ديال الصحفيين اللاعب صغير تيتسمى تعتبر راسو بطل وانا تنشكركم بزاف انا كنت معكم تاثرت الباح لانه لقيتكم تديروا استجوابات مع الابطال بغيت نديروا معايا استجواب بس ما دي صغار دوك هما اللي خصنا نشجعهم انا بصراحه انا تنشكركم بزاف الاخوان اللي كانوا تنشكركم وانا ممتن لكم في هذا لان دوري بسيط
الدوري ديال الصغار بمناسبه عيد المسيره الخضراء وهذاك في اطار المساهمه ديالنا في الاحتفال بعيد المسيره وسعاده الاستقلال وفي اطار المساهمه ديالنا في البرنامج في انجاح برنامج ديال واحد المقاطعه ديال سيدي بلوط اللي بغينا حنا نطمحوا باش تكون واحد الشراكه معنا باش نديروا مدرسه الى اخره الى اخره. اذا عندنا واحد التوجه دوري خسرنا فيه فلوس واخا ما عندناش فلوس دابا خسرنا فيه فلوس وعطيناه قيمه. علاش؟ لان الطفل الاخوان هو محور كل عمليه تربويه خصنا نهتموا به خصنا نشيدوا به خصنا نهزوا به وتطلع بطل. حنا محتاجين دابا لارولير. اذا حنا هذه العمليه تنقوموا بها الاخوان تيقلق بعض الناس تيقلقهم الاخوان اون 2014 الاخوان الله يخليكم سمعنا هذه الهضره تنقول لكم مركزه بشهاده سبعه ديال الصحافيين هنا سبعه ديال الصحافيين اللي هما حاضرين معنا هو